جددت وزارة الصحة تأكيدها على أن دعم وتكاتف المجتمع البحريني الواعي بمسؤوليته تجاه الوطن يعد من أبرز مرتكزات النجاح لكافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، مبينة أهمية مواصلة ذلك بعزم للتمكن من تخطي هذه الجائحة بنجاح. مملكة البحرين تسلحت بوعي المجتمع في مواجهة هذا الفيروس والتزام كل فرد بمسؤوليته بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. نواصل بعزم عنوان المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف المجتمع البحريني الواعي بمسؤوليته تجاه وطنه في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. ومن أجل هذه الغاية النبيلة جددت وزارة الصحة التأكيد على مواصلتها للإجراءات الصحية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا بكل عزم وإصرار ومسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أهمية عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستمرار بذات العزيمة لضمان صحة وسلامة الجميع. وشددت وزارة الصحة على اهتمامها بمختلف الجوانب الصحية في مكافحتها للفيروس والتي تمثلت بالصحة الجسدية والصحة النفسية كمتطلب أساسي لاكتمال صحة الأفراد والمجتمعات. الخطوات الرائدة التي قامت بها المملكة ومن خلال تنفيذ البرامج النوعية جعلتها نموذجاً يحتذى به في الأنظمة الصحية وفي مجال تنفيذ التدابير الاحترازية وكفاءة التعامل مع هذه الظروف، والتي أسهمت في تقليل الضغوط النفسية خلال فترة الأزمات والعمل على رفع مستوى وعي المواطنين حول طريقة التعامل مع هذه الظروف وتقديم الدعم النفسي لمختلف فئات المجتمع وكذلك العاملين الصحيين والحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج. حيث عملت وزارة الصحة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية جنبا إلى جنب، والتي كان لها الأثر الطيب على المجتمع للتصدي للجائحة من خلال زيادة وعيه والتزامه بالمسؤولية كواجب اجتماعي ووطني.